فقره مختلفه شويه. احنا دايما في مسا الورد بنقدر الشخصيات اللي ليها قيمه وقامه، عشان كده في فقرتنا دي هنستضيف او هنعمل مداخله هاتفيه مع الكاتب السياسي والمستشار بالمنظمات الدوليه دكتور السيد ابو عيطه، وهيكلمنا عن كل مؤلفاته، وهيكلمنا كمان عن الجوائز والتقديرات اللي خدها السنين اللي فاتت. هو فعلا مثال للدكتور الباحث. ومعانا الدكتور دلوقتي السيد ابو عيطه. مساء الخير يا دكتور. الورد على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين اللي متابعينكم البرنامج الجميل ده، ومزيد من التالق والابداع. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، حضرتك منورنا. والمؤتمر الكتاب الاخير فعلا كان اسم الكتاب كمان من اول اسم الكتاب واختيار حضرتك لاسم الكتاب وموضوعاته، يمكن الكتاب كان عنوانه الجائز وغير جائز عن نكاح العجائز، اتسمى بالكتاب الاسطوري. عايزين نعرف ايه اكتر مثال ادهشك في فتره تاليف الكتاب؟ الحقيقه ان حياتنا الاجتماعيه مليئه بالاسرار، مليئه بالعجائب، مليئه بالغرائب. الحقيقه ابلغ مثال دهشني وانا بألف هذا الكتاب هو ما نشرته صحيفه لو موند الفرنسيه عن زواج السيده ماري من طالب جامعي يدعى هاردويك. هي عندها 70 سنه وهو عنده 15 عاما، فالبون شاسع او فرق كبير قوي، 55 سنه تقريبا. الغريب ان هم سعداء في هذا الزواج، والاغرب ان هم في دول متقدمه في الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي فان هذا الزواج يعني ليس عيبا، وانما ربما يكون يعطي بعض الحلول لبعض الفئات يعني. طيب يا دكتور، حضرتك ما شاء الله عندك اكثر من 50 مؤلف، ايه اكتر خمس مؤلفات حضرتك شايف انهم اثروا في الثقافه العربيه، يعني اقرب حاجه لقلب حضرتك؟ تمام. هو المفروض اي مؤلف بيساهم في الثقافه العربيه او الثقافه المحليه او الثقافه العالميه حسب مستوى الدراسه ومستوى الكاتب. الحقيقه انا تعديت الخمسين كتاب، لان لما في بعض المؤلفات لها في قلبي معزه خاصه، وكما نشرت كثير من الصحف ان هيكون لهذه المؤلفات باع كبير جدا في الثقافه العربيه في المستقبل، زي كتاب اغتيال الامم، وكتاب النظام الامريكي الجديد وفن اداره العالم، كتاب النظريه العامه للجزاء وده من اصدارات دبي، كتاب مفهوم التعامل الدبلوماسي وده ايضا من اصدارات دبي في الامارات العربيه الشقيقه، وكتابنا العالمي طبعا الجائز وغير الجائز في نكاح العجائز وده من اصدارات مكتبه مدبولي للقاهره. طبعا مش هنفوت فرصه زي دي علشان نسال حضرتك سؤال يمكن بيدور في ذهن كتير من مشاهدينا، وهي ازمه سد النهضه. أرد رأي حضرتك إيه في موضوع الأزمة بتاعت سد النهضة، وخلينا نلقي الضوء عليها. تمام. شوفي سعادتك، إحنا لنا 10 سنوات بنتفاوض مع الحكومة الإثيوبية. تفاوض طويل ومرير، ومعالي وزير الخارجية قام بجولات مكوكية كبيرة جدا في السنوات الماضية، ولكن للأسف الحكومة الإثيوبية تتصرف في هذا الملف وكأنها المالك الوحيد لنهر النيل، وتنسى حقوق الجوار، حقوق دول حوض النيل، مصر والسودان. وأثيوبيا تتصرف أيضا وكأنها تعطي منحة لمصر والسودان بهذه الحصص المائية، وتنسى أثيوبيا أن نهر النيل هو تراث إنساني مشترك لدول حوض النيل مجتمعة. احنا عندنا اعلان المبادئ عام 2015 والتزمنا به، والحكومه المصريه وقعت بالاحرف الاولى على الاتفاقيه الاخيره بحضور الرئيس السابق دونالد ترامب، اللي بذل جهود كبيره جدا في محاوله حل هذه المشكله. عاوز اقول لك ان اثيوبيا للاسف كتبت السطر الاول في الحرب في هذا الملف. للأسف هي متعنتة جدا
ولازم نعرف ان مصر هي دولة سلام وتمد يدها لكل الدول الداعمة للسلام. السياسة الخارجية المصرية سياسة رشيدة تضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار وفوق كل شيء، وتمد جسور التعاون بين كافة البلدان المحبة للسلام. مصر دولة سلام ولا تسعى إلى الحرب أبدا، هي تريد السلام العادل، السلام المتوازن الذي يراعي جميع حقوق الدول الأطراف. فبالتأكيد أن من حق مصر أن تدافع عن أمنها القومي المائي بكافة الطرق التي تراها مناسبة وفي الوقت الذي تراه مناسبا أيضا. وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة أن الملف المائي خط أحمر وأنه لا يمكن التفريط فيه، دي شريان حياة بالنسبة للشعب المصري، فلازم تفهم الحكومة الأثيوبية هذا جيدا. فأنا أتمنى أن تعود الحكومة الأثيوبية إلى رشدها وتتعاون مع مصر وتتعاون مع السودان لحل هذه الإشكالية. طبعا واضح من كلام حضرتك أن يعني أن أثيوبيا بترسل رسالة حرب، لكن مصر كعادتها من زمان بترسل رسالة سلام وحب لكل الدول الجوار. نتمنى أن يعني الناس تكون فهمت وجهة النظر دي. كنت عايزة أتطرق مع حضرتك لجزء تاني. الحقيقة ما قرينا أسماء الكتب بتاعت حضرتك، المؤلفات العناوين المؤلفات، العناوين غريبة ومثيرة للجدل ويمكن رنانة جدا، لدرجة أن أنا قاعدة أنا وزميلتي دلوقتي بنقرأ العناوين بتشدنا، يعني هي بتشدنا ان احنا نفتح الكتاب ونقراه. فحضرتك ليه دايما بتختار عناوين بالشكل ده يعني مثيرة للجدل؟ تمام، انا اشكرك على هذا السؤال الجميل. عايز اقول لسعادتك ان مؤلفاتي وعناوينها سر الاسرار، هي ليست وحي من الله ولكنها الهام. و يعني انا ببذل مجهود كبير جدا في مؤلفاتي وفي الوصول الى موضوعاتي، وبضع العنوان المناسب اللي بيعبر عن مضمون الكتاب، مضمون الحقيقي للكتاب، وبيعبر عن الافكار والفكر اللي انا عايز اوصله للناس. وبالتالي انا في اختياراتي لعناوين مؤلفاتي بتكون دقيقه جدا، لانها بتيجي بعد جهد شاق جدا من التفكير والتريث. لذلك فعناوين مؤلفاتي تبدو مثيره للجدل وجذابه ويعني مدهشه. هينفع نختم مكالمة مع حضرتك لما نعرف بقى انفراد كده لميس الورد عنوان الكتاب الجديد ان شاء الله القادم؟ والله انا هديكوا سبت حصري للعنوان الكتاب الجديد اللي انا شغال فيه الان. هو موضوع عن الارهاب وعن التطرف الفكري والشذوذ الفكري والتطرف الديني، لأن أنا وهبت بقية حياتي لمكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطار أنا بأيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطواته وكل قراراته في مكافحة الإرهاب. فهو موضوع الكتاب القادم هو عن الإرهاب والتطرف الديني والشذوذ الفكري، هو هيكون بعنوان مملكة الرعب. عنوان مثير للجدل كالعادة ومميز كالعادة. دمت دائما كده متميز ومتفوق ودائما في كل مجالات عملك يا دكتور. سعداء جدا بمداخلة حضرتك في حلقتنا النهاردة، هي مميزة بوجودك معنا حتى لو كان عبر التليفون. متشكرين جدا لحضرتك يا دكتور، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة إن شاء الله تنورنا في الاستوديو ونناقش الكتاب الجديد بإذن الله. يا ريت يعني دي دعوة من ميس الورد لحضرتك. متشكرين جدا لحضرتك. مشاهدينا لسه فقرتنا ما خلصتش، واستنونا اوعوا تروحوا اي حته. مساء الخير.